السلام عليكم. مفيش حد فينا يمكن ما حصلش معاه انه يصحى الصبح يلاقي رقبته قفشه متشنجه فيها الم شديد مش قادر يحركها ليمين ولا شمال، مع انه قبل ما ينام ما قعدش كتير على الموبايل او على الكمبيوتر وما عملش حركه غلط او شال حاجه تقيله او اتحرك حركه فجائيه مش مظبوطه. الالم بيكون شديد وبيستمر يمكن يوم ويومين وثلاثه وما بيخفش حتى مع المسكنات او التدليك او الكمادات الدافيه كمادات البارده، بيقعد مده على ما يخف. يا ترى ايه السبب؟ المفاجأة دايما ان بيكون السبب ما هوش عضوي، بيكون السبب هو ده. طب يعني ايه يا دكتور المشكلة هنا؟ اللي بيحصل ان الواحد لما بيكون قلقان او حالته النفسية مش كويسة، الجسم بيفرز مواد كيميائية، المواد الكيميائية دي بتسبب تشنج للعضلات، وكتير ما بيحصل الكلام ده في عضلات الرقبة وعضلات الظهر. روق بالك، ما تفكرش كتير، ما تعرضش نفسك لضغوط، حاول تريلاكس، تخلي الدنيا تمشي بسهولة، الكلام ده هيقل كتير ومش هيحصل. الحاجات التانية اللي بننصح بيها ان احنا ممكن نعمل كمادات باردة، في ناس بتستريح على الكمادات الدافية اكتر، ناخد بعض المسكنات زي الباراسيتامول ومعها باسط للعضلات، ممكن برضو شوية تمارين بسيطة ممكن نلاقيها على اليوتيوب تبص عليها، ممكن نعمل شوية تدليك بسيط، الامور بتخف. لكن اهم حاجة ده، كبر الدي وروق الجي علشان ما يحصلش الكلام ده تاني. دمتم بصحة وعافية مع دكتور وائل تفاحة.